بسم الله الرحمن الرحيم. دائما الكتاب الجديد في الاجتماعيات، المستوى الرابع، الصفحة 22، مادة التاريخ، الدرس السابع، تاريخ مدينتي قريتي، دراسة أحداث. أدرس أحداثا من تاريخ مدينة قريتي وأرتبها على خط زمني. سبق أن درسنا وتعلمنا كيفية يعني إنجاز الخط الزمني. أمهد لتعلمي. تساعدني الشهادات الشفوية والوثائق والصور في تعرف أحداث من تاريخ مدينتي قريتي، وكذلك رأينا أنه لمعرفة تاريخ الأسرة أو تاريخ المدينة أو القرية نعتمد على الشهادات الشفوية والوثائق والصور في تعرف الأحداث. كيف أدرس أحداث عاشتها مدينة قريتي انطلاقا من شهادات شفوية ووثائق وصور، وكيف أرتب تلك الأحداث على خط زمني؟ هذا هو الهدف من الدرس، وهذا هو الهدف من الحصة كاملة. ننتقل إلى النشاط الأول، أنجز أنشطتي. النشاط الأول: أتعرف أحداثا وقعت في مدينة قرية من شهادات شفوية وصور ووثائق. طلب أستاذ في إحدى مدارس مدينة أكادير من تلاميذه تقديم أمثلة عن أحداث عرفت هذه المدينة، وقد أثاره جواب التلميذين نجوى وأحمد، فدعاهما إلى البحث عن شهادات وصور ووثائق عن هذين الحدثين. إذن التعرف على الأحداث، دائما نعلم أننا يجب الاعتماد على الشهادات الشفوية أو الوثائق أو الصور. هنا للتعرف على أحداث مدينة ما، هي مدينة أكادير. مدينة أكادير قام أستاذ بالطلب من تلاميذه تقديم أمثلة عن أحداث عائشة عرفتها مدينة أكادير، فقامت نجوى وأحمد بإعطاء يعني حدثين. الأول أحمد قال: زلزال أكادير يا أستاذي، يعني أن الزلزال وقع في أكادير. إعلان المغفور له الحسن الثاني من أكادير عن انطلاق المسيرة الخضراء، وكما سبق أن رأينا في درس المسيرة الخضراء هو مثلا سنة 1975 أعلن المغفور له الحسن الثاني عن انطلاق المسيرة الخضراء يوم 5 نوفمبر من مدينة أكادير. إذن هذه الحدثين هما حدثين مهمين وقع في مدينة أكادير. أقرأ شهادة وأرحل سؤالات عن تاريخ المدينة. إذن هنا الحدث الأول: يروي إبراهيم أحد الناجين من زلزال مدينة أكادير في تلك الليلة 26 فبراير 1960، إذن زلزال أكادير وقع يوم 26 فبراير 1960، حدث ما يشبه انفجار قنبلة كبيرة ارتجت بالغرفة بعنف لأتحسس السقف على بعد 10 سنتيمترات فوق رأسي، يعني السقف طاح بقى بينه وبين الرأس ديالو 10 سنتيمترات. لقد استحال بيتنا إلى خراب. هذه الواثقة الأولى للحدث الأول ديال زلزال أكادير. هذا بقى الحدثين بجوج. بعدما أجاب كل من نجوى وأحمد عن الحدثين، هنا الحدث الأول احنا شفناه في هذه الوثيقة الأولى، شهادة شفوية من طرف إحدى الناجيات من زلزال أكادير اسمها سعاد رودي، منشورة بجريدة المساء بتاريخ 3 مارس 2008. يعني هذه سعاد رودي نجت من زلزال أكادير وأفادتنا بهذه الشهادة الشفوية. هذا الشفوية تم نشرها بجريدة المساء يوم 3 مارس 2008. بالنسبة للحدث الثاني اللي ذكرته نجوى، اللي هو إعلان مغفور له الحسن الثاني، غنشوفوا الوثيقة الثلاثة. الوثيقة الثلاثة: المغفور له الحسن الثاني يعطي انطلاقة المسيرة الخضراء من قصر بلدية أكادير في 5 نوفمبر. الحدث الثاني هو صورة لجلالة الملك مغفور له الحسن الثاني رحمه الله يعلن عن انطلاق المسيرة الخضراء من أكادير. غدا إن شاء الله، هذا كلام صاحب الجلالة، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، يخاطب الشعب المغربي، ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء. غدا إن شاء الله ستطعون طرفا من أراضيكم وتستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون ثرا من وطنكم العزيز. إذن هذه هي الوثيقة 4، ملك المغرب، انبيعات أمة، كتاب انبيعات أمة، الجزء 20، صفحة 183، مطبعة القصر الملكي. إذن هنا عندنا وثيقة صورة، يعني صور، يعني
لجلالة الملك يلقي الخطاب، وعندنا وثيقة مكتوبة بالخطاب الملك منشورة في كتاب ملك المغرب بيعت أمة. يعني من خلال هذه الصور هادو يمكننا تعرفنا على الحدث الأول ديال الزلزال، والحدث الثاني ديال انطلاق المسيرة الخضراء، إعلان انطلاق المسيرة الخضراء. هنا في الصور بجوج كنلاحظوا في الوثيقة الجوج يعني من آثار زلزال أكادير. هذا فندق السعادة، شوف هنا كيفاش داير، يعني فندق كبير جدا ضخم، وبعد الزلزال أصبح خراب. لا أصبح خراب، يعني لا يوجد إلا الركام. يعني هنا أنقاض فندق السعادة. أنقل الجدول إلى دفتري وأكتب فيه المعلومات التي استخلصتها من الشهادات والوثائق والصور عن الحدثين اللذين وقعا في أكادير. إذا شنو نبدأ من البداية. إذا هنا النشاط الأول، هنا الأستاذ طلب من نجوى وأحمد تقديم أمثلة عن أحداث عرفتها المدينة. الأول جاوب على زلزال أكادير. إذا هنا أول حدث زلزال أكادير. إذن الحدث الثاني إعلان انطلاق المسيرة الخضراء. إذن هذو جوج أحداث، الحدث الأول هو زلزال أكادير، والحدث الثاني إعلان انطلاق المسيرة الخضراء. شنو المعلومات اللي نقدر ثاني نستخلصها منها؟ يروي إبراهيم أحد الناجين من زلزال أكادير في تلك الليلة 26 فبراير 1960، يعني زلزال أكادير وقع في 26 فبراير 1960. إذا هذا فوقاش وقع زلزال أكادير. ارتجت بالغرفة بعنف لتحسست على بعد 10 سنتيمتر فوق راسها، استحال بيتنا إلى خراب. إذا هذا بالنسبة لزلزال أكادير. هنا في الصورة في الوثيقة 3 المغفور له حسن الثاني يعطي انطلاق المسيرة الخضراء من قصر بلدية أكادير يوم 5 نوفمبر 1975. إذا الإعلان كان يوم 5 نوفمبر 1975. هنا معلومة عن زلزال أكادير. وقع الزلزال بمدينة أكادير 1960 وكان عنيفا، إذ أودى بحياة آلاف السكان وخلف آلافا أخرى بدون مأوى. إذن هذو هما المعلومات اللي استطعنا نستخلصوها من معلومة من نقدروا نزيدوا هنا أنه من خلال الصور نشوفوا أنه في التعلن تم إعلان انطلاق المسيرة الخضراء من طرف المغفور له الحسن الثاني من مدينة أكادير. يعني من هنا فين من مدينة أكادير، من خلال الصورة هنا كتبان لنا أنه من قصر بلدية أكادير، يعني من قصر بلدية أكادير بالضبط. يعني هنا ممكن معلومة نزيدوها بالنسبة هنا لهذه الصورة. هذه يمكن يعني آثار زلزالي على فندق السعادة، يعني أصبح خرابا. يعني هذو هما المعلومات اللي استطعنا نشوفه من الشهادات ومن الوثائق. الحدث الأول زلزال أكادير، والحدث الثاني إعلان انطلاق المسيرة الخضراء. وبجوجهم الحدثين وقعا بمدينة أكادير. إذا الحدث الأول هو هنا غادي نجاوبوا عليه في الجدول، هذا الجدول نقلوه في الدفتر ديالنا. إذا الحدث الأول أرقام الشهادات الوثائق والصور. إذا بالنسبة للحدث الأول هو زلزال أكادير، زلزال أكادير. شنو هو الوثائق اللي عنده؟ عنده الوثيقة زلزال أكادير، عنده الوثيقة جوج، والوثيقة واحد والوثيقة جوج. إذا هنا الوثيقة واحد
وجوج، وثيقة واحد وجوج، الوثيقتين واحد وجوج. نعم، بالنسبة للحدث الأول. بالنسبة للحدث الثاني اللي هو إعلان انطلاق المسيرة الخضراء، انطلاق إعلان ديال انطلاق المسيرة الخضراء، إذن عندها الوثيقة كما شفنا، عندها الوثيقة ثلاثة اللي فيها الصورة ديال الملك في بلدية قصر بلدية أكادير يلقي الخطاب، وثيقة ثلاثة، وثيقتين ثلاثة وأربعة اللي فيها النص الخطاب الملكي المنشور في كتاب انبعاث أمة. إذن هنا تاريخ ومكان وقوع الحدث، إذن هنا تاريخ ومكان وقوع الحدث. حدث ديال زلزال أكادير وقع كما قلنا أتوقع سجلناه هو 26 فبراير 1960 1960 بأكادير. والحدث الثاني هو 5 نوفمبر 1975 حتى هو بأكادير. أثر الحدث على السكان وعلى الوطن. بالنسبة للحدث الأول فهو زلزال أكادير، لأن هذا الحدث خلف دمارا كبيرا، خلف دمارا كبيرا وآلاف من القتلى والجرحى. يعني أداء التأثير ديال الزلزال. بالنسبة للوثيقة الثانية، الوثيقة الثانية هو انتصار استرجاع الصحراء، يعني انتصار المسيرة الخضراء استرجاع الصحراء هي النتيجة، قيام يعني المتطوعون باختراق الحدود الوهمية للمستعمر الإسباني واسترجاع الصحراء. إذن هادو هما الإجابة على السؤال ديال النشاط الأول. ننتقل إلى النشاط الثاني. ألاحظ خطا زمنيا رتب عليه حدثان تاريخيان وقع في مدينة أكادير. أقوم الخط الزمني من حيث دقة المقياس وترتيب الحدثين زمنيا وملائمة العنوان. إذا العنوان ديالو، إذا قلنا كما سبق أن تحدثنا عن شروط ديال الخط الزمني، يجب أن يكون أولا عموديا من اليسار إلى اليمين، طبيعة الحال هو عمودي، عنده مقياس يعني سنة مقياس كذا، وعنده عنوان. إذا هنا نشوفوا هاد الخط الزمني واش احترم دقة المقياس، واش العنوان خداه ملائم. إذا هنا الوثيقة واحد، خط زمني يمثل حدثين وقعا بمدينة أكادير، إذا العنوان صحيح، وهذا الخط الزمني يعبر عن حدثين وقعا بمدينة أكادير. بالنسبة له هو خط عمودي من اليسار اليمين، إذا صحيح. إذا نشوفوا، بقينا نشوفوا المقياس واش تم احترام المقياس. شفنا هنا أنه يعبر عن سنتين، إذا هنا عندنا سنتين. إذا المقياس صحيح، 1960 كان زلزال أكادير، و 1975 هي وسط 74 و 76 هي سنة 1975 كان إعلان انطلاق المسيرة الخضراء يوم 5 نوفمبر، وهنا الزلزال يوم 26 فبراير. نذكروا هاد الحدثين مهمين للمعرفة. إذن هل الخط الزمني صحيح من حيث دق المقياس ومن حيث العنوان؟ طبيعة الحال هنا يمكن ندير واحد الجملة، الخط الزمني دقيق من حيث المقياس وملائم من حيث العنوان. إذن الخط الزمني دقيق من حيث المقياس وملائم من حيث العنوان. هذا هو الجواب عن السؤال. النشاط الثالث هو نشاط مشابه للنشاط اللي شفنا دابا، فهاد النشاطين بجوج، يعني أتعرف أحداثا وقعت في مدينة قريتي وأرتبها على خط زمني كما سبق أن فعلنا
بين النشاط الأول والثاني ديال الأحداث اللي وقعوا في مدينة أكادير. إذا نشوف الأحداث اللي وقعوا في حدثين مثلا أو ثلاث أحداث وقعوا بمدينة أكادير ونجاوب عليه، أحدد نوعية الشهادات والوثائق والصور التي حصلت عليها وأميز بينها. يعني كما نعلم أنه دائما لمعرفة تاريخ المدينة أو القرية نعتمد على الشهادات الشفوية والصور والوثائق، إذا هنا يجب الاعتماد كذلك على الوثائق والصور والشهادات الشفوية. وسمي الأحداث التي وقعت في مدينة وقريتي وأميز بينها، واش هذه أحداث سياسية والاجتماعية والثقافية؟ استخلص منها معلومات على الأحداث التي وقعت في مدينة قريتي في جدول أنجزه على الأسرة. إذا نفس الجدول اللي شفناه هنايا غادي نحاولوا نشوفوا اختاروا حدثين أو حدثين، أنا شوف جوج أحداث الحدثين يعني ما يوقعوا في القرية ديالي أو في المدينة ديالي أو في المدينة المجاورة، ونحاول ما أمكن يعني ندير نفس النشاط اللي درناه في السابق، يعني أرتب واحد الأحداث وقعت في مدينتي على خط زمني، ندير واحد الخط الزمني اللي شفنا هنا، واحترم القواعد اللي تعلمتها. قواعد هو دقة المقياس والعنوان يكون ملائم، والخط الزمني هو خط عمودي من اليسار إلى اليمين. استنتج أهمية الشهادات والوثائق والصور في تعرف جوانب من تاريخ مدينتي وقريتي. نعلم جيدا أنه الشهادات الشفوية أو المكتوبة والوثائق والصور هي مهمة جدا لمعرفة جوانب مهمة من تاريخ مدينتي وقريتي. أقوم تعلمي، إذا آخر نشاط أقوم تعلمي. اختار رضوان ثلاثة صور تشهد على أحداث من تاريخ مدينة طنجة، ورتبوا الأحداث على خط زمني واستنتجوا أهميتها في تاريخ المدينة والوطن. إذا هنا عندنا ثلاثة الأحداث مختلفين في الزمن، أولا زيارة الملك محمد الخامس وخطابه الوطني 1947، خطاب طنجة المشهور عندما كان المغرب يحارب المستعمر الفرنسي، افتتاح ميناء طنجة المتوسط سنة 2010، انطلاق قطار البراق 2018. إذا هنا ثلاثة ديال الأحداث في طنجة، أول حاجة نديروها في خط زمني، وثاني حاجة هو نذكروا الأهمية ديالها في تاريخ المدينة والوطن. إذا الخط الزمني هنا يكون خصنا نديروه بدقة، لأن يعني هناك سنوات من 1947 حتى 1900 المقياس يكون عندنا شوية دقيق جدا. يعني نحاولوا مثلا هنا أولا نرسموا الإطار كاع ديال باش نبقى الخط الزمني في الإطار، يعني هذا هو الخط الزمني. أنتم باستعمال المسطرة واستعمال الألوان يمكن أن تحصلوا على خط زمني أحسن من هذا. إذا نحاول ما أتمام كان نسميه هذا خط، نسميه العنوان خط زمني يمثل ثلاث أحداث وقعوا بمدينة طنجة. إذا هذا العنوان. مقياس غادي نشوفوا المسطرة وديروا مثلا سنتيمتر واحد، بما أنه المقياس خصو يكون صغير، سنتيمتر واحد هي سنتين. إذا نحاول نديرو دايما المسطرة هنا، نبداو مثلا بألف وتسعمية وستة وأربعين، 47 هو السنة الأولى. إذا هنا كاين خطاب طنجة، محمد الخامس، ونجيو مثلا نعبرو تنوصلو لألف وتسعمية 2010، ونوصلو لألفين وتمنطاش. بطبيعة الحال هاد الخط الزمني غيكون طويل بزاف، ولكن نحاولو ما نحترمو هاد المقياس، يعني نعبرو سنتيمتر وهي بمثابة سنتين. دابا ملي نعبرو سنتيمتر هنا راه سنتين، نعبرو سنتيمتر راه سنتين. يعني بحال دابا هنا 2010، إلا درنا سنتيمتر واحد هنا غتولي لنا 2012، وهنا سنتيمتر 2014، سنتيمتر واحد 2016، سنتيمتر واحد 2018. بنفس الشكل غنديروها من 1947 حتى لهنايا باش نحاولوا نحصلوا على الخط الزمني يكون عندنا صحيح من حيث دقة المقياس. إذا هذا هو المقياس. 2010 كان عندنا افتتاح ميناء طنجة المتوسطي، هذه ميناء طنجة، وهنا 2018 كان البوراق، يعني
انطلاق قطار البراق. من هذو هما الاحداث. بالنسبه للاهميه ديالهم بطبيعه الحال، نحن نعلم جيدا انه في الحدث الاول هو يعبر عن زياره الملك محمد الخامس سنه 1947 وخطابه الوطني في بمناسبه محاربه الاستعمار وتلاحم العرش مع الحركه الوطنيه. 2010 هو افتتاح ميناء طنجة المتوسط اللي يعتبر من أكبر الميناءات المتواجدة على الصعيد الإفريقي، وهو ميناء مهم من الناحية التجارية. 2018 حدث مهم آخر هو انطلاق قطار البراق، وهو القطار الذي أصبح يسهل عملية التنقل بين المدن في وقت قياسي، يعني ولذلك سمي قطار البراق لأنه سريع جدا. شكرا وإلى اللقاء.